بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأن وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. والله لا يهدي القوم. يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ
أفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي إسرائيل وكفر
الطائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم.